أهلا بكم في هذه الجولة الصحفية مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. البداية بالصحافة المحلية ومنشطات صحيفة الأهرام. القوات المسلحة قوية بأبنائها وتضحياتهم. الرئيس يقلد أوائل خريجي معهد ضباط الصف المعلمين نوط الواجب العسكري. نشاط مكثف للدبلوماسية المصرية في القمة الإفريقية. تركيا تجدد رغبتها في تطوير العلاقات مع مصر. إلى عناوين صحيفة الشروق. المركزي يخالف التوقعات ويبقي على السعر الرسمي للدولار. إعلان نتيجة الثانوية العامة في 21 يوليو وبدء الدراسة في 24 سبتمبر. لجنة برلمانية لمناقشة تداعيات وقف إيطاليا تصدير قطع حربية لمصر. مدبولي من العاصمة الإدارية سننجح في التحدي. نقرأ أيضا منشطات صحيفة اليوم السابع. الدولار ب 888 قرشا وحرب على السوق السوداء. المركزي يثبت سعر الجنيه لوقف ارتفاع التضخم والأسعار ويضخ 120 مليون دولار للبنوك العاملة في السوق المحلية. مخاطبة السفارات لاعتماد شهادات الشفاء من فيروس سي وبدء علاج 460 ألف مريض جديد. من صحيفة الوطن نطالع. لجنة تعديل التظاهر تخفيض مدة الإخطار إلى 24 ساعة. مصدر: الإبقاء على عقوبة الحبس لإحراز السلاح. مصر تواجه قطر في معركة اليونسكو. مواجهة على فساد القمح. حصاد 3 زيارات للجنة تقصي الحقائق. 100 مليون خسائر في توريد وهمي. الصحف العربية والبداية بمنشطات صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. مذكرة تعاون عسكري بين واشنطن وكردستان تحسبا لمعركة الموصل. هدوء في جوبا والأمم المتحدة تدعو لمحاكمة منتهكي حقوق الإنسان. أزمة غذاء حادة ومناشدات للمنظمات الدولية بالعودة للعمل وتقديم المساعدات إلى المواطنين. نتوقف مع صحيفة الخليج الإماراتية ونطالع منها. الشرعية تنتظر التزاما حوثيا قبل العودة إلى الكويت. غليان في القدس بعد اقتحام 300 متطرف الأقصى. والسلطة الفلسطينية تحذر من تصعيد وعواقب وخيمة على المنطقة. البرلمان العربي يدعم البحرين في مواجهة تدخلات إيران. ونقرأ كذلك من صحيفة الوطن السعودية. تكثيف أمني ببغداد والميليشيات تطوق ساحة التحرير ومنشورات على مدينة الموصل تبلغ الأهالي بقرب تنفيذ عملية عسكرية لتحرير المدينة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابية. هادي لولد شيخ: لا تفاوض إلا بضمانات والمشاورات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية. نواصل مطالعتنا وإلى الصحف الكويتية حيث نقرأ من القبس. وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة ستستقبل 10,000 لاجئ سوري قتيل وجريح فلسطينيان برصاص إسرائيلي بشمال القدس. استدعاء السفير الفرنسي في طهران على خلفية اجتماع للمعارضة الإيرانية في باريس. محطتنا هذه المرة مع الصحف العالمية والبداية من ديلي تيليجراف البريطانية التي انفردت بتصريح خاص لرئيس وزراء بريطانيا المستقيل ديفيد كاميرون قبل ساعات من مغادرته مكتبه. قال فيه: سأترك بريطانيا أقوى مما كانت عليها بين اقتصاد مزدهر وفرص واعدة، وكان شرفا لي أن أخدم بلدي الذي أحبه. وتابعت كذلك: مساء اليوم تريزا ماي ستصبح رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة وستعلن أسماء فريق عملها وسط توقعات بأن يكون أغلبه من النساء. نبقى مع الصحف البريطانية وانفراد آخر من إنديبندنت الرقمية. زوج تريزا ماي أحد كبار المسؤولين التنفيذيين بصندوق استثماري ضخم يشتبه في علاقته بعمليات تهرب ضريبي. حزب العمال يدخل مرحلة التدمير الذاتي بعد إقرار مبدأ استمرار زعيمه حتى لو لم يحظى بتأييد الأغلبية. في أحدث استطلاع للرأي تضاءل الفارق بين ترامب وهيلاري كلينتون إلى 3 نقاط. ونطالع من ديت سايت الألمانية. باراك أوباما في مراسم تضميد الجراح بدالاس: لسنا أمة منقسمة كما يبدو للآخرين، والعنصرية تتأجج في عهدي أكثر من أي وقت مضى. بيرني ساندرز يعلن دعمه لكلينتون ويؤكد أن البلاد في حاجة لمواقف موحدة في مواجهة الغضبة العنصرية.
من الصحف الإسرائيلية نقرأ من هارتس: بعد 10 سنوات تزال حرب لبنان الثانية تمثل فشلا مدويا لإسرائيل، والمخاوف من حرب جديدة تدفع الحكومة لإعداد خططها. تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي يفيد بأن الخارجية الأمريكية قدمت دعما ماليا لإحدى المنظمات اليسارية في إسرائيل لإسقاط نتنياهو في انتخابات عام 2015. آخر محطات جولتنا الصحفية مع هذا الفاصل من الرسوم الكاريكاتيرية الأبرز في صحفنا اليوم. ختام لقائنا مع صاحبة الجلالة، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.